لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في عنوان تحت عنوان ما هي الخمر، بعد أن ذكر قول الحنفية أن الخمر هي عصير عنب فقط، وأن قول الجمهور هو أن الخمر كل مسكر سواء من عصير عنب أو من غيره، وذكر كلام ابن رشد رحمه الله في هذه المسألة. قال: وأما الآثار التي اعتمدوها في هذا الباب فمن أشهرها عندهم حديث أبي عون الثقفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها. الآثار التي اعتمدها قائل مقالة أن الخمر من العنب فقط، فذكروا أن إذن الخمر ليست كل مسكر على هذا الحديث، لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت ولا يقاوم الأحاديث الثابتة، لأنه يعني إسناده لا يحتمل. قالوا: وهذا نص لا يحتمل التأويل، وضعفه أهل الحجاز لأن بعض رواته روى والمسكر من غيرها. وفي الحقيقة لم يضعفوه من أجل بعض الرواة، بل ضعفوه لضعف إسناده الشديد الذي لا يصلح أن يقاوم الأحاديث الصحيحة. فلو كان صحيحا لكانت الأحاديث الصحيحة أقوى منه فيكون شاذا، كيف وإسناده ضعيف؟ قال: ومن حديث شريك عن سماك بن حرب بإسناده عن أبي بردة بن نيار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن الشراب في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا. خرجه الطحاوي. الحقيقة أن الحديث في الصحيحين، وهو بلفظ غير أن لا تشربوا مسكرا، ولم يقل غير أن لا تسكروا، إنما قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. كان نهاهم صلى الله عليه وسلم عن أن ينتبذوا في الأوعية المصنوعة من جذوع الأشجار الخشبية أو القطران أو غير ذلك، مطلب القار المقير والمزفت والحنتم، أوعية مصنوعة من جذوع الأشجار أو مطلب القار يسرع الإسكار إليها في أول الإسلام. وأمرهم أن لا ينتبذوا إلا في القرب الأسقية، ثم أذن لهم صلى الله عليه وسلم في الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرا. يبقى قال لهم: اعملوا نبيذ في أي حاجة سواء كان في جذوع الأشجار أو في غيرها بشرط أن لا تشربوا مسكرا. يبقى ليس بهذا اللفظ الضعيف اللي هو غير أن لا تسكروا. قال: خرجه الطحاوي. وروي عن ابن مسعود أنه قال: شهدت تحريم النبيذ كما شهدتم، ثم شهدت تحليله فحفظت ونسيتم. أيضا ضعيف، وأيضا هو ليس في ليس المقصود منه لو صح إلا ما ذكرنا من النبيذ في الأوعية كان محرما ثم صار جائزا. الأوعية اللي هي زي ما قلنا الجذوع الايه الأجل هو المقير والحنتم واللي هي الجرار الخضر والمزفت والنقير، دي أنواع من الأنواع نهى عن التلاذ فيها ثم أجازها. هو ده النبيذ الذي حرم ثم أبيح بشرط عدم الإسكار. فهذا التقييد لابد
منه بشرط أن لا يكون مسكرا. قال وروي عن أبي موسى قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن فقلنا يا رسول الله إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير أحدهما يقال له المزر والآخر يقال له البتع فما نشرب؟ فقال صلى الله عليه وسلم اشربا ولا تسكرا. هو الحديث الصحيح الثابتة أنه هو في روى مسلم عن جابر أن رجلا من اليمن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكر هو؟ قال نعم. قال كل مسكر حرام. إذن العبرة بأن هذا الشرب مسكر أم لا، وليس أن الإنسان يشرب ولا يسكر. قال إلى غير ذلك من الآثار التي ذكروها في هذا الباب. وأما احتجاجهم من جهة النظر فإنهم قالوا قد نص القرآن على أن علة التحريم في الخمر إنما هي الصد عن ذكر الله ووقوع العداوة والبغضاء، كما قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذه العلة توجد في القدر المسكر لا فيما دون ذلك. هننقض قياسهم ده ونقول لهم حبة يعني قطرة واحدة من الخمر التي من العنب أنتم تقولون بتحريمها وهي لا تسكر. لو قطرة واحدة فقط من الخمر لا تسكر، ولكن أنتم تقولون أن القليل منها إيه؟ حرام. إذن علتكم منتقضة. إذن في حاجة أخرى خفيت عليكم في نهي الشرع عن ذلك، وهو أن القليل يجر إلى الكثير، وأن الواجب قطع يعني الذريعة في هذا، سد ذريعة وجود المسكر وشربه أصلا. فبأي حال من الأحوال قال فوجب أن يكون ذلك القدر. بيقولوا هم بيقولوا الحنفية بيقولوا هذه العلة توجد في القدر المسكر لا فيما دون ذلك، فوجب أن يكون ذلك القدر هو الحرام. لو كده لقلنا أن الخمرة إيه؟ القليل منها. فهم استثنوا يقولوا إلا من عقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر وكثيرها. إذن العلة اللي انتوا قلتوها غلط. أقصد أنه لا يلزم أن يحصل في كل مرة يعني الناس هتشرب حشيش مع بعض ويقولوا احنا بنحب حلوين مع بعض ومش هيحصل عداوة بغضاء يبقى خلاص. لا دي إرادة الشيطان حاصلة مع كل مسكر حتى ولو لم يقع عداوة بغضاء، حتى نقول إنه مرتبط فقط بالإيه بالحرام. طب ناس مع بعضهم بيلعبوا ميسر ومن غير ما يزعلوا من بعض هنقول له ده هو ده سيجر هذه المرة مرة بدون زعل وبدون عداوة بغضاء، المرة الجاية هتبقى إيه فيها عداوة بغضاء. صحيح فعلا. قال وقالوا هذا النوع من القياس يلحق بالنص وهو القياس الذي ينبه الشرع على العلة فيه. هو الحقيقة إن عند الجمهور أن إرادة إيقاع العداوة والبغضاء دي الحكمة من التحريم، وأما العلة فهي الإسكار. ده قول جمهور العلماء، ما يقولوش العلة هي وقوع العداوة والبغضاء، لأن لو قلنا العلة وقوع العداوة والبغضاء يبقى إيه؟ لو ما وقعتش عداوة وبغضاء يبقى خلاص مش حرام. لكن لا، لما نقول العلة الإسكار والحكمة وقوع العداوة والبغضاء يبقى حتى لو ما حصلتش الحكمة لكن دي سبيل إلى حصول ذلك، خطوات من خطوات الشيطان. قال وقال المتأخرون من أهل النظر حدة الحجازيين أهل المدينة ومكة والشام عدا الكوفيين يعني في تحريم كل مسكر قليله وكثيره، حدة الحجازيين من طريق السمع أقوى، وحدة العراقيين من طريق القياس أظهر. خطأ بين، هذا الكلام ليس في القياس التفرقة بين العنب وبين غيره، المادة المسكرة موجودة. إيه اللي يخلينا نفرق؟ العقل السليم يقول إن أي شراب مسكر سواء كان كونياك ولا ويسكي ولا نبيذ ولا بيرة طالما المادة المسكرة موجودة، هي الكحول هي الموجودة، الغول الذي يغتال العقول الذي يؤدي إلى
غياب العقل. فكيف تقول ان القياس؟ بالعكس، القياس الصحيح يقتضي الحق المصنوع من غير عصير العنب بعصير العنب، لان الماده واحده والعله واحده، الاسكار والحكمه واحده. طب بتقول لي بقى ان احنا عايز يفرق بالاجماع، الاجماع ده خلاف القياس، ولا المفروض ان احنا نقول ان اللي يخالف الاجماع هو اللي ايه يعني الجزء اللي اجمع عليه يدل على خطأ ما خالفه، وليس على ان ده استثناء فقط، لان الاستثناء ده يهدم كل العلل دي. لو انتوا قلتوا كده ان قليل الخمر لا يترتب عليه هذه المضار، وانتم تقولون بذلك. فلذلك احنا بنقول يعني انتم تقولوا بالتفرقة بين الخمر ومن العنب وبين غيرها. القياس الصحيح يقتضي ان كما ان قليل الخمر حرام من العنب، فقليلها من الأشربة الأخرى كذلك. قال: وإذا كان هذا كما قالوا فيرجع الخلاف إلى اختلافهم في تغليب الأثر على القياس، أو تغليب القياس على الأثر إذا تعارضا، وهي مسألة مختلف فيها. الاختلاف فيها في الحقيقة ليس سائغا، وأعني بذلك أن حتى من جهة تأصيلية حتى الإمام أبو حنيفة يقول: دعوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. فالقياس لا يمكن أن يقدم على الأثر، خصوصا إذا كان نصا. القياس ممكن يخصص الأثر إذا كان القياس قويا، ولكن أن يعارض الحديث بالقياس ويقال يقدم القياس، هذا قول لا يقوله حتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله. قال: لكن الحق أن الأثر إذا كان نصا ثابتا فالواجب أن يغلب على القياس، وأما إذا كان ظاهر اللفظ مجمع محتملا للتأويل فهنا يتردد النظر. هل يجمع بينهما بأن يتأول اللفظ لفظ الحديث، أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس؟ ده إذا كان فيه احتمال، لكن احنا عندنا نصوص في موطن النزاع. ولذلك طبعا هو قول جمهور أهل العلم أنه يقدم ظاهر النص على القياس طالما كان ظاهرا قويا، وحتى لو كان القياس قويا. لكن إذا كان الظاهر درجته ليست في الظهور كقوة القياس يمكن أن يخصص. قال: وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة وقوة قياس من القياسات التي تقابلها، ولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي. ده كلام ابن رشد. الحاجات دي على فكرة فيها خلل ضخم جدا، لأن أهل العلم صحيح إن هو فعلا في فرق بين قوة الألفاظ في العموم زي بالضبط كده كل وجميع في الدلالة على العموم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ده يعني إلا إبليس يبقى فيش غير إبليس فقط، فيفضل النص عام على إيه على غير ذلك، قوي جدا اللفظ ده. وكذلك يعني كثير من الألفاظ تدل على ظاهرها، الأمر يدل ظاهره على الوجوب. قول النبي صلى الله عليه وسلم بقى في المسكر هو حرام، وكل مسكر خمر، كل مسكر حرام، نصوص في موطن النزاع. قال: ولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي، مش الذوق العقلي المجرد، ولكن المبني على مطالعة أدلة الشريعة، كما يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون، يعني الموزون من الكلام اللي هو الشعر يعني اللي وزن، وربما كان الذوقان على التساوي. ولذلك كثر الاختلاف في هذا النوع حتى قال كثير من الناس: كل مجتهد مصيب. كل الكلام ده غلط، ليس كل مجتهد مصيبا، بل المصيب واحد والباقي مخطئ، إن كان خلافه سائغا فمغفور له خطأه. قال القاضي: والذي يظهر لي والله أعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، وإن كان يحتمل أن يراد به القدر المسكر للجنس المسكر، فإن ظهوره
في تعليق التحريم بالجنس أغلب على الظن من تعليقه بالقدر. عايز يقول إن كلمة كل مسكر خمر تحتمل مسكر يعني اللي أسكر بالفعل، يعني اللي وصل لحد الإيه؟ الإسكار، مش جنسه اللي هو منه قطرة، ده يحتمل. لكن الظاهر كلمة كل مسكر يبقى كل إيه؟ المادة نفسها، أي جزء منها يبقى حرام. وبعدين معلش، احنا لما نلاقي ان هذا الكلام ورد في أشربة سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى يسألونه حلال أم حرام، فقال له هذا الشراب المسكر حرام، يبقى كله حرام، يبقى لا، ده هو إضافة إلى ما لا يحتمل، مثل إن من العنب خمرة، وإن من التمر خمرة، وإن من العسل خمرة، وإن من البر خمرة، سماها خمر، يبقى ده ما يحتملش. يبقى أنتوا لازم تقولهم زي ما قلتوا في الخمر العنب إن القطرة منها إيه؟ حرام. إذا الرسول سمى الحاجات دي خمر. قال لمكان فإن ظهوره، ظهور قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام على جنس الشراب وليس فقط القدر المسكر، بيقول ظهوره تعليق التحريم بالجنس أغلب على الظن من تعليقه بالقدر لمكان معارضة ذلك القياس له على ما تأوله الكوفيون، فإنه لا يبعد أن يحرم الشارع قليل المسكر وكثيرة سدا للذريعة وتغليظا، مع أن الضرر إنما يولد في الكثير، وقد ثبت من حال الشرع بالإجماع أنه اعتبر في الخمر الجنس دون القدر، فوجب أن كل ما وجدت فيه علة الخمر أن يلحق بالخمر، وأن يكون على من زعم ولود الفرق إقامة الدليل على ذلك. بل إحنا أصلا لا نسلم أنه يقتصر بتسمية الخمر على الإيه؟ يقتصر على العنب فقط، يعني بيقول يلحق بالخمر، لا، ده هو أصلا إيه؟ خمر. هذا وإن لم يسلم لنا بصحة قوله عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام، فإنهم إن سلموا لم يلدوا عنهم فكاكا، فإنه نص في موضع الخلاف، ولا يصح تعارض النصوص بالمقاييس. وأيضا فإن الشرع قد أخبر أن في الخمر مضرة ومنفعة، فقال تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وكان القياس إذا قصد الجمع بين انتفاء المضرة لوجود المنفعة أن يحرم كثيرها ويحلل قليلها، فلما غلب الشرع حكم المضرة على المنفعة في الخمر ومنع القليل منها والكثير، وجب أن يكون الأمر كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحريم الخمر، إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي. برضو بيقول ده إيه؟ كان ده إلحاق، لا، احنا بيقول الشرع قال ده خمر، واتفقوا على أن الانتباذ حلال. الانتباذ اللي هو تضع ثمرات في ماء ليحلو، تشرب هذا اللي احنا بنسميه الخشاف، هذا لا نزاع فيه ما لم يسكر. يقول ما لم تحدث فيه الشدة المطربة الخمرية لقوله عليه الصلاة والسلام فانتبذوا وكل مسكر حرام، فانتبذوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينتبذ وأنه كان يريقه في اليوم الثاني أو الثالث، وفي الثالث وكان الرسول يشرب منه أول يوم وثاني يوم وفي اليوم الثالث، إما يريقه وإما يسقيه للخادم. يعني إمتى بقى يريقه؟ لو اشتد أوي في الحر، وإذا كان لسه ما تغير يعني التغير يسير أوي يسقيه للخادم. ولما ثبت عنه قال واختلفوا في مسألتين، أحدهما في الأواني التي ينتبذ فيها، والثاني في انتباذ شيئين مثل البسر والرطب والتمر والزبيب. انتهى كلام ابن رشد. انتباذ شيئين، الصحيح أنه الأواني النهي عن الانتباذ في الأواني منسوخ، يبقى انتبذ في كل وعاء. والمسألة الثانية انتباذ شيئين مثل البسر والرطب والتمر والزبيب أنه منهي عنه لإسراع الإسكار إليه، وإن كان الجمهور يرون الكراهية،
لا يرون التحريم إلا أن يسكر، والإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث يرون التحريم ونحن على ذلك، لكن نقول من أراد أن يشرب كذا صنف فلينبذ كلا على حدته، فإذا أراد أن يأكل خلط بينها فإن هذا ليس بالانتباذ المنهي عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.